متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس صافي 42 درجة مئوية كحرارة عظمى متوقعة لنهار اليوم. الملموسة 38، الرطوبة منخفضة حوالي 16% والرياح تكون معتدلة السرعة. استعرض إياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، سكاكا 34 22، عرعر 32 إلى 22، أما تبوك 32 إلى 19 مع تفرق للغيوم العالية. المنطقة الغربية مدينة جدة رياح نشطة تعمل على ارتفاع الموج مع 34 إلى 25، مدينة منورة طقس حار 44 إلى 30، مكة المكرمة أتربة ومثارة 39 إلى 28، والطائف طقس صافي 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية تفرق لبعض الغيوم العالية بشكل عام، الباحة تسجل 32 إلى 24، أبها 33 إلى 19، وجازان 34 إلى 30. المنطقة الشرقية تشهد نشاط في سرعة الرياح أو ما يعرف برياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، الدمام تسجل 41 إلى 29، حفر الباطن 39 إلى 27، والإحساء 45 إلى 30. بالنسبة للمنطقة الوسطى عاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 28، بريدة 39 إلى 25، وحائل 34 إلى 21. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.